شكون هو لاعب الرجاء جديد؟ مستحيل مستحيل، لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير. خبر حزين، وكأننا وصلنا للمراحل الأخيرة في هذه الفقرة، وهنا غادي تسالي قصة ديال شكون هو غادي يسالي مع البيوت ديالكم، وهذه شي حاجة اللي مزيانة ليا. يو سلام عليكم مع شجعتك، فراكم كنتمنى تكونوا مزيانين. فيديو جديد ومع ضيف جديد، وعاوتاني تحت شعار غادي ندخلوا ليه في عظام ونقربوا اللاعب الجديد ديالنا للجمهور الرجاوي، باش بلا ما يتمحنوا وبداو يقلبوا عليه في كاع القناة. فانت اللي كتفرج، الحاجة الوحيدة اللي ممكن انك ديرها باش تعاون هذا الفيديو هذا وهي لايك، شي كومونتير تحت كتب لينا شحال بيت ماركتي في الشهرين هادي. اما الا كنت جديد غادي تهبط غتبان لك واحد سبسكرايب غادي تفرقعها وحيدها من بلاصتها، وهنا غادي تولي واحد من العائلة ديالنا. واللي درت هادشي كامل فرم قليغ نقول لك مزير لي هذيك الصمته. واتيا الله بينا نبداو. الضيف ديالنا ديال اليوم والضيف ديال هذا الفيديو هذا واللي هو مروان زيلا. انت شكون هو تخونا دابا؟ ويلي مالا دعوتاني تاباني، كيفاش الحال؟ ويلي هذا ما غيدورش، عندك كيقرف في دني واش كارد بنادم هذا كريزي مان. شفار خونو الدريه في دريسيه تليفون شفار هادو. شات 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 شات. دور دور لي دور لي. لم تزبطوا معنا. كنعيش في الجو، كنعيش في البر، كنعيش في الصاد. المادة التي تعطي لنبات لونه الأخضر، المتاع، الكلوروفيل، البلاستيد، البلازما. البلازما. نجدك نخشي لك واحد جوج البلازما تفسر. أوه لي ولدادي. مروان زيلا 10 انتداب في الميركاتو الرجاوي الصيفي لهذا الموسم هذا. مروان زيلا صاحب 26 عام، تاريخ 13/6/1997، المركز اللي كيلعب فيه اللاعب واللي هو خط الهجوم، وبالضبط الأجنحة، وبالضبط جناح أيمن. ولو أن الرجاء كتعاني في البوز دي جناح أيسر، ولكن ما كيف ما كنعرفوا أن جناح أيمن ممكن يلعب كجناح أيسر كيف ما كنشوفوا حاليا بوزوق. طول ديال اللاعب اللي ما يقارب 1.84 متر، أما الوزن ديالو 78 كيلو. مروان زيلا لاعب شباب المحمدية سابقا، وكان جاب انتقال حر عام 2020 من الاتحاد البيضاوي يعني الطاس، وفي عام 2021 مشى كإعارة لحسنية أكادير، وفي عام 2022 رجع المحمدية ودوز معه موسم كامل، ومباشرة بعد سلا العقد ديالو مع الفريق ولا حر، وتما كاين فين توجه الفريق نغالي فريق الرجاء العالمي. ولكن هادشي ما كيعنيش ان اللاعب صافي راه سالى العقد ديالو جا الرجاء بسهوله. الرجاء سبقاتو قدمات عرض اللاعب قبل 20 يوم من اجل انتداب اللاعب، ولكن هاد الاخير هذا كان مطلع السوق وكان طالب الغلا، اضافه انه كانوا بعض الاشياء الغير المفهومه في الانتقال ديالو، وهو ان قال لك اسيدي عنده بزاف ديال وكلاء الاعمال، وهادشي هو اللي خلى الاداره ديال الرجاء تبعد من هاد الصفقه هادي والتوجه للبحث على لاعبين اخرين، وبنوا بزاف ديال اللاعبين على سبيل المثال دحدوحو جناح العراقي، وكاين اللي كيقول لك عوده ورده، وهادشي كامل ما منه حتى شي لعبه. وفي هذه الايام هذه الاخيره ديال الميركاتو اللي مبقى ليه هو له باش انه يسالي الفريق، ولا ملزم باش انه يقلب على لاعب يكون كبديل في الاجنحه، وهادشي اللي خلى الاداره ترجع اللاعب مروان زيلا، والفريق قدم ليه عرض جديد وتم القبول ديالو. مروان زيلا اللي سينا في الفريق ديالنا لمده ديال 3 ديال المواسم، العام الاول غادي ياخذ فيه 90 مليون، العام الثاني 90، والعام الاخير 100 مليون، ما عدا امتيازات اللي ممكن يستافد منهم اللاعب على سبيل المثال الى لعب واحد العدد ديال الماتشات، والى سجل واحد العدد ديال الاهداف، والى حتى الفريق ديالنا دار بطوله، فراه المبلغ ديالو غادي يترفع. الارقام ديال مروان زيلا في المسيره الكرويه ديالو، وخصوصا في القسم الوطني الاول سواء مع المحمديه ومع اكادير، فراه اللاعب لعب مجموع 51 ماتش بهدف واحد وخمسه ديال لي زاسيس، والهدف الواحد اللي كلشي غادي يكون عارفه اللي كان ضربو على الوزه من بعد ما تحول لهم المارادونا، وبقى جارها من الجول ديالهم حتى للشبكه ديال الوزه. جميع الماتشات ديال اللاعب مع الفرق اللي لعب 39 ماتش مع المحمديه، و11 ماتش مع حسنيه اكادير، وماتش واحد مع الطاس اللي كان في كاس لارج، واكيد ارقام كتبقى ضعيفه بزاف، وهذا الشيء اللي كيبان لي شي حاجه عاديه، خصوصا ان اللاعب راه كان كيلعب غير مع المحمديه، فما تسناش منه شي ارقام اللي كبيره، وحنايا كرجاويين فاكيد كنتمنوا ليه غير التوفيق ان شاء الله، ولما نشوفوه في شي مستوى اللي كبير. وما نساوش ان انتداب زيلا جا فقط كخيار ثاني للاجنحه الحاليه ديال الفريق، وجا من بعد ما تم اعاره ديال الفرح المغرب تطواني، فراه ضروري خاص به ديال تما. مروان زيلا اللي حاليا كتبلغ القيمه السوقيه ديالو 300 مليون على حساب موقع ترانسفير ماركت، واللاعب سبق وتوج بلقب
لقب واحد في المسيرة ديالو واللي هو كأس العرش مع الطاس. كيف ما كنا ذكرنا سابقا انه قبل ميسي نزل رسميا في الرجاء كانوا جوج ديال اللاعبين وكان خيار واحد اللي ممكن انه يجي، كان عندك دحدوح وكان عندك زيلا، ولكن تم اختيار زيلا. ولو ان شخصيا كون خيرتني بين هاد جوج كنت غادي نختار دحدوح، اولا لصغر العمر ديالو، وثانيا انه كيلعب جناح ايسر وهاد البوست هو اللي محتاجين حنايا. ولكن حاليا زيلا رجاوي وتم التقديم ديالو البارح في الصفحه الرسميه، سواء كان ناضي ولا ناقص راه واجب عليا وعليك انت يا كرجاوي نقولوا ليه مرحبا بك والف مرحبا ونقولها في زوينه حتى يبين لينا العكس في التيران. وكيف قلنا كنتمنوا ليه كل التوفيق وكنتمنوا انه يكون حاس بالمسؤوليه ديال داك التوني اللي لابس، ويكون اكيد ان الجمهور راجو فقط بين لي غير انك كتقاتل على داك التوني راك غتدخل القلوب ديالهم. واكيد ما نساوش المقوله ديالنا واللي هي التيران هو اللي كيحكم. وحاليا نخليكم مع بعض اللقطات والتحركات ديال اللاعب، وما تنساوش انتم تهبطوا للكومونتير لتحت وتقولوا لنا واش اللاعب كيستحق لبس التوني او لا يستحق. وحاليا فانا بقالي غير نقول لك فرجة ممتعة. قلبي بريفي يبغيك ديما، مزدوج بالأوبرات وبالشيما، من بين بزاف يحب كليما، هادي الراجع وكبير القيمة، هادي الراجع وكبير القيمة، بيبعدوني عليك جامي، يا الأمور انت غرامي، انت يا سجيتي ما في كلامي، يا الرجاء العالمي، يا الرجاء العالمي، يا الجمهور راس ملا دي فوندي ولا الولا، توجور في دادي ما ورا ما يخلانا لأدا، خلانا لأداها يا لي جوار بونكوراج، لعبوا بالنفس دربا لونقان، زوروا الفيليز هالميراج، لما تدخل نديروا الهراج، لما تدخل نديروا الهراج. قلبي بريفي يبغيك ديما، مزدوج بالأوبرات وبالشيما، من بين بزاف يحب كليما، هادي الراجع وكبير القيمة، هادي الراجع وكبير القيمة، بيبعدوني عليك جامي، يا الأمور انت غرامي، انت يا سجيتي ما في كلامي، انت يا الرجاء العالمي، انت يا الرجاء العالمي، يا الجمهور راس ملا ديفوندي ولا الولا، توجور في دادي ما ورا ما يخلانا لأداها، ما يخلانا لأداها، يا لي جوار بونكوراج، لعبوا بالنفس دربا لونقان، زوروا الفيل